morning, my dear students. How are you? I hope everyone is good. Yes, we will talk about page number 78. صفحة 77. ثامن بدنا نقرأها ونشوف شو الأشياء المهمة الموجودة فيها. The modal verbs. حكينا عن modal verbs اللي هي الأفعال الشكلية أو الأفعال الناقصة هي should, ought to, and must. طبعا هما كلهم نفس المعنى. Should, ought to, must نفس المعنى, معناها يجب, لكن كلهم بيختلفوا عن بعض وكل واحدة إلها استخدامها الخاص. Should, ought to, and must are modal verbs that change the verb to make it mean that there is a duty or an obligation to do the verb. يعني هي هم هذول الكلمات بيجوا تيجي إلزاميات. Obligation يعني بشكل إلزامي. Like must modal verbs, they go before the main verb. يعني هم هذول الأفعال models بيجوا قبل المين فيرب الفعل الرئيسي. They can be positive or negative, ممكن انهم يكونوا مثبتات وممكن انهم يكونوا ايش negative منفيات. Must is stronger than should and ought to. Must هي اقوى من should واقوى من ought to when talking about duty. Examples: Lisa and Julie must study tonight because they have a test tomorrow. Lisa و Julie يجب أن يدرسوا الليلة لأنهم لديهم اختبار غدا. Maybe Larry and Al should go tomorrow since it's raining today. إنه هو يعني ربما لاري وقال إنه يجب أن يذهبوا غدا لأنه ممكن إنها تمطر السماء اليوم. طيب خلينا نشوف كيف الجدول الموجود عندنا تحت هنا. طبعا هون ايش بدنا نركز عليه؟ بدنا نركز انه مولي ماست مثلا visit her grandparents soon. انه بنلاحظ انه لاحظي انه كيف ماست اجى بعديها او كيف تركيبه الجمله, انه بدات عندي بسبجكت بعدين modal verb بعدين ايش عندنا الفيزيت اللي هو الفيرب 1 وكملنا الجمله عادي. اوكي, وعلى هاي الشكليه احنا بنمشي. زي مثلا should اجت بعديها verb 1, ought to اجت بعديها verb 1. ننتقل الى السؤال البعدي. طيب عندنا هنا student one looks at the model and main verb in the boxes below and asks a question about manners. Student two answers the question with a full sentence as shown by the true or false in the box with the matching number. Both student one and student two write their responses after fishing. Finishing, sorry, 1, 2, 2, 2, 2, 10. Then student 1 and student 2 trade parts. إنه بحكي لنا بدنا ننظر إلى المودل and main verb, إلى الأفعال المودل وإلى الفعل الرئيسي في البوكس الموجود عندي تحت, وبدنا نسأل وبدنا نجاوب على نفسه. طبعا في إيش المكتوب عنده صح معناته أنا بدي أجاوب بيس, والخطأ بدي أجاوب بنو. رح نطبق على نفس ال conversation الموجود عندي هنا. يا ثامن, should I carry heavy dresses for an older lady؟ يعني هل يجب أن تحمل سلع ثقيلة لسيدة كبيرة بالسن؟ إذا true هنا بحكي yes you should carry her groceries, or false no you shouldn't carry her groceries. بس إحنا شو المطلوب؟ شايفين number one مثلا should plus help. الآن should plus help هاي بدي أنا أعمل عليها سؤال وأجاوب بنفس المثال الموجود عندي هون. يعني مثلا طلعوا كيف أنا بدي أعمل سؤال, فشو بحكي؟ دائما احفظوا هذا الفورم. أول إيش ببلش في model verb plus بعدين بيجي subject plus verb one. هاي لازم تحفظوها. أول إيش بحط model verb اللي هي should, بعدين بحط الضمير اللي أنا بدي إياه, بتطبق على نفس المثال الأول بحط I. should I بنحط الهلب اللي هو الفعل, بصير should I help يعني هل يجب أن أساعد, إنه أنا أساعد my brother. أنت بتكليها من عندك بعدين my brother in his homework. إذا هل يجب أن أساعد, هل يجب إنه أنا أساعد أخي في واجباته؟ الآن في عنا الإجابة بدنا نكتبها وين؟ موجودة عندنا بالكتاب نفس الصفحة عند true or false, عند في جدول في صح وخطأ في تحتيه. هون أنا بدي أجاوب, فبدي أجاوب بحكي مثلا yes yes مثلا you should help my أو you should help your brother. هيك أنا بجاوب. number two عندنا must و serve, طبعا بحكي must I أو لا, عندنا must wait, هيها
must wait. عندنا must I wait my friend to come؟ يعني هل يجب أن أنتظر صديقي ليأتي؟ إذا هون أنا بدي أجاوب إذا موجود عندي عند رقم 2 عند رقم 2 إذا صح معناته جواب yes. إذا X معناته بدي أجاوب no. Yeah, no. إذا هون عندي yes فأنا بدي أحكي yes مثلا إنه yes you must wait your friend. يعني يجب أن تنتظر صديقك. 3 عندنا must serve. Must mom serve good meal؟ يعني هل يجب أن أقدم وجبة جيدة؟ هل يجب أن تقدم وجبة جيدة؟ yes مثلا إذا عندها true فبحكي yes. Yes she must serve. Yes she must serve. طبعا هسا أرجيكم كيف إحنا بدنا نجاوب عليهم. في عندنا هنا على اليمين على نفس الصفحة في عندنا صح وخطأ. المحطوط عندها صح معناته أنا بتجاوب yes. هاي إحنا جاوبناهم. شفت الأسئلة اللي قبل شوي كنا نسأل فيهم؟ هاي إحنا جاوبناهم yes you should help your brother. Yes you must wait for a friend. Yes you must serve. وهكذا. يعطيكم العافية يا ثامن. وهي حل التمارين يا ثامن. يعطيكم ألف عافية. Goodbye.